احنا ارهابيين، تفضل الدوله تتعامل معنا تقصف لنا بالطائرات تمسحنا مسح. احنا هذا الكلام بعيد عليه، وتفضلوا لو في اي حاجه علينا تفضلوا، احنا شباب زي كل الشباب ليبيا، شباب نبوا نخدموا بلادنا، نبوا نبنوا ليبيا بالصوره الصحيحه، لا نبوا لا نخوضوا لا في سياسه ولا نخوضوا لا في لا مؤتمر ولا حكومه، هذه امور ما لناش لها علاقه، احنا تحت الدوله تحت الحكومه وتحت المؤتمر. اما ما يصير هذا كل شيء التغيير بالقوه، هذا اسلوب خاطئ 100%. اللي بيغير شيء يغيره بالسياسه وبالحكمه وبالجلوس على الطاوله وبالحوار حتى يتم تداول السلطه سلميا. يعني احنا مش راضين على المؤتمر الوطني، هذا مؤتمر فاشل، ما فيش واحد ما يقرش بهالكلام هذا. لكن ما نبوش نسنه سنه سيئه، احنا اليوم يتغير المؤتمر بالقوه وبعد غضوه نغيروا حتى الحكومه بالقوه. هذا يا اخوتنا الليبيين لو فيه اليس منكم الرجل الرشيد، تعالوا نقعدوا نتحاوروا ونتفقوا على نطاق على نقاط معينه ونمشوا عليها. اما بتحطوا شماعه الاخوان والمقاتله على طرابلس وعلى معتيقة وعلى المناطق التائره، هذا راهو لا يرضى به الله عز وجل ولا رسوله. حتلقوا راهو رجال حيقاتلوك. طرابلس راهي ماهيش مسرح جريمه. طرابلس ماهيش ارض معركه. طرابلس فيها مؤسسات دولة، فيها سفارات، فيها شركات، فيها عائلات، أطفال، نساء، راه مش حنرضوا لأي واحد يدخل راه. حتلقوا مواجهة بإذن الله شرسة من شباب طرابلس. ولو تبوا تجلسوا للحوار تعالوا تفضلوا اجلسوا للحوار. احنا ما عندناش مشكلة مع أي واحد يبي يبني ليبيا. يتفضل. وفق ما عليها الدول العالمية تبنى الدول على قوانين وعلى اسس، هتفضلوا معنا مع بعض. اما اسلوب الانقلابي هذا واسلوب التهديد واسلوب الترويع، هذا لا يرضى به الله عز وجل ولا رسوله. زي ما حاربنا القذافي حنحاربوا اي شخص يتعدى على طرابلس، شخص اي شخص يتعدى على ممتلكات الدوله، على الممتلكات العامه والخاصه، راهو نحن ليه بالمرصاد. كل شباب طرابلس. ونسأل الله السلامة ونسأل الله أن يحفظ إمام المسلمين. يعني كلامي هذا ما تفهم أنه هو كلام استفسار، بالعكس لا، نبو نعرفوا كل حد، نعرفوا أن طرابلس فيها رجال. طرابلس فيها رجال يقاتلوا لها إلى آخر قطر الدم. وإحنا ما عندناش أي مشكلة مع أي شخص في أي منطقة في ليبيا، في أي مدينة. تفضلوا احنا اخوة، فيما سبق كنا نقاتل مع بعض في جبهة واحدة، الان والعياذ بالله نصبحوا اعداء. هذا احنا لا نرضى به، والجلوس هو الحل. ولا تبوا تجلسوا تفضلوا، احنا موجودين. طبعا احنا نوجه رسالة لكل الليبيين من الشرق الى الغرب، من الشمال الى الجنوب، تفضلوا نجلسوا للحوار، نجلس على طاولة واحدة حتى الله عز وجل يوفقنا كيف نطلع بليبيا من النفق المظلم. العالم كلها يترقب، الدول العربية كلها تترقب، كلها يشوفوا في مصير ليبيا وين ماشية ليبيا. تعالوا نحكموا العقل، يجوا العقلاء، الناس العقلاء من كل مدن ليبيا، من كل المناطق، من الشرق والغرب ومن الجنوب ومن الشمال ومن الوسط، انقعزوا ديروا حل لليبيا. اما بالكلام هذا بالقوه وبالتهديد ما يصلح الكلام هذا. نصبوا في دماء مسلمين، دماء بارعه تزهق، منازل تهدم، وهذا لا نسمح به. وتفضلوا احنا نمدوا ايدنا لكل الليبيين، اي ليبي عنده غيره لا ليبيا لا طرابلس يتفضل معنا، ندافع على طرابلس وندافع على ليبيا. واللي ترى به الحكومه المناسب ما عندناش اي مشكله فيه. بتدعي قوة، بتستدعي قوة من خارج طرابلس تتفضل، بتستدعي قوة من كل مدن ليبيا تتفضل، احنا ما عندناش أي إشكالية. هذا احنا تحت حكومة، تحت دولة، احنا نعتبره تابع وزارة الداخلية، واللي بيدير علينا الحكومة والدولة ماشي. وطبعا نسمع في الإشاعات اللي تتداول هذه أن الشيخ عبد الأفكار ما يبي حد يخش لطرابلس من توار ليبيا، بالعكس احنا نرحبوا بكل توار ليبيا. اللي ترى الحكومة مناسب
تتفضل نرحبوا بكل توار ليبيا، نوقفوا صف لصف، نوقفوا ايد واحده، نحموا طرابلس هذه عاصمتنا، نحموا ليبيا، نكونوا صف واحد، نكونوا فعلا رجال، ما نخذلوش بعضنا، تفضلوا ما عندناش اي مشكله. اما هذه الشائعات اللي تدور في الشوارع لتأجيج الفتنه ما بين المناطق، عبد الوفكار لا ما يبيش المنطقه الفلانيه تخش توار المنطقه الفلانيه يخشوا طرابلس يأمنوا، هذا غير صحيح الكلام، ما طلعش مننا الكلام هذا على الاطلاق. طبعا نحب نوصل رساله لكل الليبيين، نحن قلبا وقالبا مع الشعب، نحن قلبا وقالبا مع كل الليبيين اللي فعلا يبوا يبنوا الدوله. نحن ضد الارهاب، ضد التطرف، ضد التفجير والاغتيالات، هذا ليس من منهجنا، هذا من منهج التكفير ومنهج الخوارج والعياذ بالله. اما نحن فمنهجنا ولله الحمد منهج سلفي دعوي إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا منهجنا هو الجدال بالتي هي أحسن. أما الفوضى والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، هذا ليس من منهجنا. ونسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله الهداية لكل الليبيين. نحب نطمن كل أهل طرابلس، نحب نقول من طرابلس بخير، طرابلس فيها رجالها، طرابلس يرعاها الله عز وجل، ثم الرجال الذين يسهرون الليل والنهار في لحماية طرابلس ولتأمينها ولراحة أهلها. نحب طبعا نقول لكل الطلبة، طلبة الجامعات والمدارس، نحب نقول لكم أن الشيء هذا ما يتش عليكم، الكل يمشي لامتحاناته، الكل يداوم في مدرسته، ونسأل الله أن يوفقكم وينجحكم وينفع بكم البلاد والعباد، لأن أنتم بإذن الله حتكونوا المستقبل الواعد إن شاء الله لليبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.